شخص يشهر شيخنا هل يجوز له الذهاب إلى المناسبات مثل الأعراس وذلك لما فيها من الاختلاط والتصوير وكذلك الغناء ونهيك عن الغيبة، فهل هذا الشخص يكون متشددا إذ لم يذهب إلى هذه المناسبات؟ لا يجوز الذهاب إلى المناسبات اللي فيها منكرات إلا إذا كان يستطيع تغيير المنكر إنه يذهب، أما إذا كان ما يستطيع تغيير المنكر إنه لا يجوز له الذهاب والجلوس معهم لأنه يكون شريكا لهم في ذلك. نعم.